جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. وأنا لساتني عم دور على المكان اللي بلاقي فيه حالي. ونحن مستعدين إنه نساعدك ونقدم لك كل شي منقدر عليه ابني. أنت لازم تضلك فرحان دايماً، نحن ما فينا نشوفك زعلان هيك. أنا بعرف هذا الشي منيح، بس ماما بابا أنتوا الاثنين أهلي، ولهيك أنا بعتبر حالي كتير محظوظ. بس أنا كمان في عندي شغلات مهمة إلها علاقة بحياتي، ولازم لاقي لها حلول سريعة. أنا بكل الأحوال هلأ رح أعطيكم وعد شرف مني إني ما خليكم تزعلوا مرة تانية. ما عاد بحياتي أشرب، وهذا وعد. بس أنا بدي منكم أنتوا الاثنين توعدوني كمان إنه ما بقى تعملوا لي موعد بعد هلأ أبداً. نوعدك ابني، خلص ما عاد نعيدها. طيب أمي، أنا هلأ رح أروح على الجامعة، بدك اشتري دواء لجدي وأنا راجع؟ لا، أنت روح واهتم بدراستك، نحن منعمل الباقي بعدين. استنى رافي، هاي الرسالة إلك. رسالة؟ ونحن بعصر الإيميلات؟ ابني هيك هي الحياة، ما بيعرف حدا إمتى بتتغير أو تتحول. معناتها من هلأ وطالع إذا تغيرت محاضراتي رح يصير عندي مشاكل كتير، لهيك لازم روح. شوفكن، باي باي. والله الولد طالع عاقل ورايق وفهمان كتير. طيب حاجة بقى، أنا كنت ساكتة لأنه رافي كان قدامي، أنت السبب باللي صار مبارح وأنا قلت لك ما تعمل هيك، بس أنت ما بتسمع الكلمة أبداً وبتعمل بس اللي براسك، وحمد ربك إنه رافي ما زعل من القصة ومرقت على خير، وإلا... طيب، أنا اعتذرت منه على هالغلطة، وعدته كمان إنه ما عيدها مرة تانية. شو بدك أعمل كمان لحتى تكوني مبسوطة؟ أنا مبسوطة كتير بالشي اللي بعتت لي إياه الحياة، وهذا بكفيني. الحياة أعطتني ولد فهمان مثل رافي، وبتمنى كمان لو بنتي رايمة مثله. رايمة؟ لك وينها هي؟ أنا ما شفتها من الصبح. طلعت على الجامعة من بكير. يا سلام، وكمان مبارح بالليل رجعت متأخرة كتير من الحفلة تبع رفيقة، أكيد هي المسكينة ما بتكون شبعت نوم.